السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة الفيديو طبعا اللي فات ده الفيديو رقم 22 معرفناش نجاوبه في فيديو واحد، فقسمت الإجابة على فيديوين اللي هو الفيديو الأخير اللي هو الفيديو رقم 23 الجزء الأول، النهاردة الفيديو نفسه 23 الجزء الثاني اللي هو تكملة باقي الأسئلة على الفيديو رقم 22. وقفنا عند الأخ محمد عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، أحبك الله يا أخ محمد. أهلا وسهلا بك يا أبو عبد الرحمن من جنوب سبها. سبها بلد الحبايب يا أخ محمد، أعز الأصدقاء عندي في سبها في الشاطئ من عيال البوسيفي. المهم عشان ما نطولوش الفيديو، مشكور على المجهودات المبذوله في القناه، الله يبارك فيك. اللهم ازرع حسناتك، الله يبارك لك، اللهم امين. سمعتك في الحلقه الماضيه تتكلم عن اهميه السرسوب في المعز، وانا عندي معزه، تقصد معزه، ماشي، معزه على باب ولاده، ولكن المشكله اولاد المعز الوالده قبلها رضعوا السرسوب بتاع المعزه اللي قربت تولد، شقاوه معزه، ومعروفه المعزة عفاريت. السؤال، هل سيكون سريب سرسوب يعني في الضرع اول ما هتولد، وفي حالة مش هتكون بماذا تنصحني؟ والله هو على حسب الميعاد اللي انت هتذكره، يعني انت بتقول قربت تولد، قربت تولد، المشكلة ان هو السرسوب بيحتاج يعني كحد ادنى المفروض يعني شهر، المفروض كحد ادنى بيحتاج عشان يتكون بيحتاج حوالي شهر، ولكن ان شاء الله باذن الله يعني زي ما بيقولوا في مصر كده، يعني بالمصري الطش ولا العمى، يعني لو فاضل لها اسبوع اسبوعين ولا حاجه وتورد ان شاء الله باذن الله هتبقى فيه يعني سرسوب، ها هيبقى مخفف مش سرسوب مظبوط طبعا، بس ان شاء الله، لان هو السرسوب اصلا مش هي بتضر سرسوب، السرسوب هو عباره عن كانه اللبن القديم متجفف وفي ماده بتتكون في الضرع بتبقى عامله زي العسل، ويبدأ تضر عليه لبن بيبدأ يتخفف وبيبقى لونه غامق شوية أصفر يميل للصفار، يعني هو ده السرسوب، بعد كده بتضر لبن طبيعي، فهو بيحتاج وقت، المفروض بيحتاج أقل حاجة شهر، بس إن شاء الله خير إن شاء الله، يعني أحسن من مفيش، على الأقل حتى إن شاء الله بيكونوش صفوها خالص يعني. أما تعمل إيه، أنصحك لو في معزة هتولد معاها، هو طبعا مهم جدا لبن السرسوب لانه يعتبر مناعة الام، المناعة بتاعت الام منقولة كلها في السرسوب، زائد هو يعتبر غني جدا بجميع العناصر اللازمة للمولود، فهو بيكون ضروري جدا في بداية او الرضاعة يعني، ولكن على العموم زائد انه طبعا هو المسؤول عن، يعتبر ليه دور كبير في نشاط الكرش كمان، فلي دور في جميع الوظائف الحيويه في المولود، بس هنقوله طش ولا العمى، يعني اذا في 5 6 ايام ولا اسبوع ولا 10 ايام ان شاء الله يكون في سرسوب، وان شاء الله ما يكونش رضاعه كلها، ولكن في حاله رضاعها بالكامل تشوف اي معزه حتى لو هتولد بعدها بيومين ثلاثه اربعه، وتقسم معاهم السرسوب مع المولود الثاني، بما ان عندك ان شاء الله يكون عندك معز كتير وميز بتولد مع بعضيها، فان شاء الله حاول ترضعه معزه ثانيه، مفيش حل، ما عنديش حل للاسف، انك حاجه بديله للسرسوب. السلام عليكم يا باشمهندس، ايه اخبار سعر الحوار البري الانيه، وايه رايك اجيب حاجه تقيله تطلع على رمضان وبعدين اجيب للعيد، ولا اجيب صغير من دلوقتي للعيد؟ يا اخ وليد، الاسعار البرقي الانيه مولع نار، الخروف البرقي النظيف اللي هو عمره 3 شهور وزن 20 كيلو في حدود 1700 ل 1800 جنيه، اسعار مولعه نار. اما لو انت لقيت حاجه محيره 30 35 40 كيلو وعلفتها الشهرين دولار رمضان يكون احسن، يكون افضل، لان الانيه مولعه نار، والسوق انا ما بنصحش اي حد يشتري دلوقتي في الاسعار دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعج عشار بالشهر الأخير، هل أعطيها نص كيلو شعير مع شوية ردة تكفي علما أنها لا تأكل من المرعى؟ لا يا أخ عمر، عشار في الشهر الأخير ونعجة يعني المفروض تكون يعني تكون نعجة كويسة، يعني على الأقل 40 50 كيلو، نص كيلو في اليوم
شويه طبعا، دي على الاقل، على الاقل خالص هتاكل كيلو في اليوم، نص كيلو الصبح ونص كيلو بالليل. الاخ حسون كاتب لك بالتفصيل اهو، كاتب لك بالتفصيل. طبعا ده كمان في اخر شهر، كل كاتب لك اهوت الماس في اخر شهرين، واول اخر شهر في الحمل واول شهر في الرضاعه بتتعامل معامله التسمين، ممكن تاكلها بنسبه 3%. يعني لو هي 50 كيلو ناعجه ممكن تاكل كيلو ونص علف في اليوم، كيلو ربع الصبح كيلو ربع بالليل. كل ده هتلاقيه في اللبن لما تضر اللبن، وهتلاقيه في المولود مش هنزل بصحه كويسه. زائد طبعا انت لو ما بتاكلش الكميه دي مش هتحط الكميه دي مره واحده، هتلكمها تموتها، هتبقى واحده واحده عشان ما تلكمهاش. طيب بارك الله فيك، جزاك الله الله يبارك فيك يا اخ هيزه. هل هناك فرق بين النخاله الناعمه والنخاله الخشنه من حيث الاهميه؟ لا، من حيث الاهميه يعني النخاله الناعمه تعتبر فيها طاقه اعلى من النخاله الخشنه، دي من ناحيه الطاقه، لان فيها نسبه دقيق. النخاله الناعمه بيكون فيها نسبه دقيق، بروتينها اقل. اي نعم، بس طبعا لو دخلنا في البروتين الخام والبروتين المهضوم، انا مش عايز ادخل في البروتين الخام والبروتين المهضوم عشان ما نتوهش الناس. البروتين الخام والبروتين المهضوم، هتلاقي البروتين المهضوم في النخاله الخشنه في النخاله الناعمه تقريبا 12 زي ما هو نسبه البروتين الكليه، ونسبه البروتين الخام البروتين المهضوم قصدي في النخاله الناعمه حوالي 11 ونص. يعني البروتين الغير مهضوم قليل في الرده الناعمه في النخاله الناعمه، اما في النخاله الخشنه فيها حوالي 4% او 3% غير مهضوم، بروتين غير مهضوم. طبعا هنخش في موال تاني، المهضوم وغير مهضوم، احنا بنتكلم دايما على البروتين الخام، ولكن البروتين المهضوم ساعتها ممكن بقى عاوز في انزيمات، في حاجات اضافات انا مش هنخش ونتوه نفسنا فيها، ولكن هي في افرازات ممكن تتحط، في انزيمات مواد ممكن تضاف على العلف بتساعد في هضم البروتين غير المتاح. دي هحاول ادور عليها ونعرف الحاجات اللي بتخلي البروتين الغير متاح بتخليه متاح، يعني يمكن هضمه. هحاول اعمل عنها فيديو ونبحث عنها، ولكن دي معلومة عندي ولكن بالضبط تفاصيلها مش عندي حاليا. زائد طبعا يعني في معلومات مثلا زي الفوسفور والكالسيوم، في فوسفور غير متاح وكالسيوم غير متاح. يعني عادي الخامة تلاقي فيها كالسيوم ولكن بصورة غير متاحة، يعني غير قابل للامتصاص. طيب عشان يصبح امتصاص، انا اضرب لك مثال، دي المعلومة اللي عندي حاليا في الفوسفور. الفوسفور غير المتاح، الفوسفور غير المتاح بإضافة الخميرة على العلف غنية بفيتامين بي بتساعد في امتصاص الفوسفور الغير متاح، يعني بتخلي الفوسفور الغير متاح بتخليه فوسفور متاح. طبعا المهم يعني احنا خرجنا بره موضوعنا عن سؤالك، النخالة الناعمة والنخالة الخشنة من حيث الأهمية الاتنين يعتبروا زي بعض، ولكن فرق النخالة الناعمة بتكون فيها نعوم، يعني دي بتكون بصورة ناعمة، فلو اتحطت بكمية كبيرة الغنم ما بتحبش الحاجة الناعمة، زائد الدقيق بيلبك بسبب الجلوتين اللي فيه، تلاحظ البق، يعني بق الغنمة على بقها كده كله ملزق العجين، فبيكون بطريقة يعني الصورة الفيزيائية بتاعت العلف بتكون غير محببة عند الغنم، لكن من الجوع هتاكلها طبعا مفيش أي مشكلة. أنا بتكلم لو زادت كميتها، ولكن لو حطيتها ليه 15-20% مفيش أي فرق إن شاء الله، ناعمة أو خشنة مش فرق. أجابت أحد الأخوة بأن استخدام الأيفوماك أكثر من مرتين خلال 4 شهور قد يكون السبب في عدم نمو خرفانه. لا، مش قصة مرتين في 4 شهور، لا، مرتين في 4 شهور عادي خالص مش هيعمل أي مشكلة. مرتين، مرة كل شهر مش هتعمل أي مشكلة. مرة كل شهر مش هتعمل أي مشكلة برضك. لا، أنا كان هو قال لي إن أنا حقنت 3 مرات، فأنا كان ممكن يكون حقن 3 مرات كل أسبوع حقن، أو كل 10 أيام حقن، وحقن أيفوماك أجنبي، أيفوماك مستورد، أيفوماك يعني المفعول بتاعه 100%، مش هنقول زي الأيفوماك المصري عامل زي المية. لا، ولكن هنا اللي هو لو استخدم 3 مرات أو 4 أو 3 مرات
استخدم 3 مرات ورا بعض. هي هنا المشكلة، الايفوماك بيأثر على الجهاز العصبي للدودة، بيأثر على الجهاز العصبي للدودة الايفوماك بالجرعة بتاعته المظبوطة. لو زادت الجرعة ممكن يأثر على الجهاز العصبي بتاع الحيوان نفسه، لو زادت الجرعة بيأثر على الجهاز العصبي بتاع الحيوان نفسه، وتلاقي الحيوان بعد كده أكلته خفت خالص. تقول لك بعد التجريع واحد جرع وبجرعة زيادة عن اللزوم، بعد التجريع الغنم ما بتاكلش. هي طبعا بتاخد يوم الغنم أكلتها خفيفة، ولكن بعد كده بترجع طبيعية وبتاكل تمام التمام زي ما كانت. ولكن واحد زودت عن اللزوم ممكن تلاقي ممكن يموت، ممكن يقطع أكل بعد التجريع، ياخد فترة على ما الدواء يطلع من جسمه ويبدأ يرجع بالبطيء للحالة الطبيعية بتاعته. فكتر الأيفوماك طبعا ممكن يموت كمان يعني، بس أنا بتكلم بالجرعة الزيادة عن اللزوم اللي هي الأدوية ذات التركيز المظبوط. قد يكون السبب في عدم نمو خرفان السؤال هو إعطاء الأيفوماك أكثر من مرتين هو فعلا يسبب بطء في معدل التحويل وأحد أسباب البطء، أم تعتقد ذلك؟ لا إن شاء الله هو أكيد ممكن يوصل للموت كمان. لو تلاحظها كمان تلاحظها أكثر في الشربة. طبعا في شربة اسمها ليفافلوك، ليفافلوك دي متحتوي على الأيفوماك، هي شربة في الفم مش حق ولكن تحتوي على الأيفوماك. عند استخدامها بجرعة كبيرة، طبعا استخدامها الطبيعي بالجرعة الطبيعية بتاعتها يعني بستخدم في حدود 3 سنتي ل 10 كيلو، هي مكتوب 2 سنتي لكل 10 كيلو، انا بستخدم 3 سنتي لكل 10 كيلو، 3.5 كحد اقصى 4 سنتي النتيجة تمام. لكن لو حد زود بدون قصد خروف مثلا 25 كيلو وراح اعطيله مثلا 20 سنتي، زود الجرعة زيادة عن اللزوم شربه 20 سنتي كده، بتلاحظ ان طبعا هو الطبيعي في الجرعة الطبيعية بيحصل له اسهال، بيحصل له اسهال، ده الطبيعي بتاع الليفافلوك، بيعمل اسهال لمدة يوم بعد كده بينتهي اخر اليوم خلاص على كده. طيب لو زود الجرعة بتلاقي الاسهال بيقعد يومين ثلاثة اربعة وبيحصل دمار للكرش، وبعد كده ما بتلاقي معدل التحويل بتاعه اتغير خالص، لانك انت موت البكتيريا النافعة مع الديدان، قضيت على البكتيريا النافعة مع الديدان، فبالتالي الكرش بتاعه وقف، الكرش اصبح ما بيشتغلش كويس. طبعا في حالة وقوف الكرش خالص موت على طول مباشرة، يوم والتاني بيموت. لا على حسب درجة وقوف الكرش بيحصل هنا بعديها حسب درجة وقوف الكرش بيحصل بطء في معدل التحويل. فأي دواء عموما يعني بيزيد زيادة عن اللزوم عن الجرعة بتاعته بيسبب مشاكل. أي دواء عبارة عن سم بس يعني محدود الفعالية بتاعته، الفعالية بتاعته محدودة بالجرعة العملية، مش هقولك الجرعة المكتوبة عليها، لأن في أدوية كتير مكتوبة الجرعة، أنا بنزود الجرعة مرتين وثلاثة عشان نحصل على النتيجة المظبوطة. بالجرعة المظبوطة خلاص زيادة عن الجرعة دي هنا بيحصل المشاكل. انت بتدي دواء، اي دواء عبارة عن سم، اي دواء عبارة عن سم، بس انت بتتحكم في الكمية بتاعته. لو سمعت حضرتك عندي الفا مظبوطة في النسب، لكن عاوز اعرف احط للعجل وزن من 250 الى 300 كيلو علف مركز يعني نسبة كام من وزنه؟ لو انت العلف بتاعك طبعا علف مركز بدون اي تب، عاوز تسمن، لو العجول 250 ل 300 كيلو ماشي، عجول متوسطة مش صغيرة ولا هي كبيرة، ممكن تستكفي ب 2%، ولو بتأكل برسيم معاه أو دريس استكفي ب 2%، يعني ال 250 كيلو تديله 5 كيلو في اليوم، وال 300 كيلو تديله 6 كيلو في اليوم، نصهم الصبح ونصهم بالليل، وياكل بعد كده برسيم براحته أو دريس براحته لحد الشبع. لو مش متوفر عندك الدريس في تبن أبيض بس، تبن قمح مثلا، لا يبقى في الحالة دي زود عن ال 2%، ممكن تحط 2.5 3% كحد أقصى، 3% كحد أقصى. وطبعا لو البروتين بتاعك 17-18% ممكن تستكفي حتى مع التب الأبيض، ممكن تستكفي ب 2-2.5%. أما لو بروتينك ضعيف يعني مثلا 13-14%، لا تحط 3% في اليوم لكل عجل، 3% طبعا يعني 250 كيلو هياكل 7.5 كيلو في اليوم، وال 300 كيلو هياكل 9 كيلو في اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت هندسة، عندي معزة بكرية ولدت الحمد لله على خير، ولدت جدي واحد هي قبل الولادة وزنها 19 كيلو، دي معزة صغيرة خالص يا أخ باهي، ووزن ابنها
المولود 2 كيلو، لو عايز اشتري حاجة من السوق ترضعه مع ابنه، ما هو افضل عمر اجيبه ترضعه واجيب ماعز ولا غنم؟ مع العلم ممكن يكون المتاح العمر اكبر من اسبوعين. ملحوظة ابتدي ملحوظة، انا مبتدئ من مصر، لكم جزيل الشكر، اهلا وسهلا بك يا اخ باهي، بس ما انصحكش تجيب لها حاجة، من الواضح كده انها معزة بلد صغيرة، انت خليه لابنها، خلي اللبن بتاعها لابنها فقط لا غير، هيطلع لك ان شاء الله احلى معدل تحويل باذن الله. سيبك من انك تجيب، ما تفرحش بالعدد، واحد مولود واحد ويشبع لبن ويطلع معدل تحويله ما شاء الله 5-6 كيلو في الشهر، احسن ما تجيب 2 ويطلع معدل تحويلهم، ما تجيب 2 ويطلعوا مقرقرين وضعاف ويطلع معدل تحويلهم 2-3 كيلو في الشهر اخرهم، لا 1 احسن من 2. بلاش تجيب اي حاجة، خليه يرضع ويشبع لبن، مش هيبقى حاجة من امه. في البداية ممكن اول 3-4 ايام تحلبش حاجة، 5 يوم 6 يوم كده لو لقيت فيه لبن، فيه بز، فيه جنب حلمة فيها لبن ياما، ممكن تخفها شوية تستخدمه وانت تشربه، يعني مش مشكلة. وبعد كده خلاص عمر اسبوعين ما بيخليش حاجة في امه خالص، ده لو امه لبنها كتير، يعني عمر اسبوعين بعد كده بيصفي امه كلها ان شاء الله. شرح مفصل عن تركيب الاسفنجات للغنم. للأسف يا اخ محمد هتشوف اقرب دكتور بيطري ليك وتتكلم عنها، لان انا باستخدمتهاش فما اعرفش ازاي بتستخدم. اقرب دكتور بيطري هيكلمك عنها بالتفصيل. خرفان او جديان عمر شهر اقل او اكتر بقليل، اذا كان في قمل او طفيليات خارجيه ممكن نحن ايفوماك ولا نعمل ايه؟ لا يا اخ سعود، ما ينفعش تحن ايفوماك للاعمار الصغيره دي اللي هو عمر شهر ولا شهرين، لا ده بياخد شربه بس. بدل الشربه بدل ده، طالما انت امل وطفيليات خارجيه، افضل شيء الرش الخارجي التغطيس، افضل شيء رش او تغطيس خارجي يعني عن الجلد من بره، اي مبيد حشري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الرحمن، ممكن تخبرنا عن الفرق الزمني في التسمين السريع والتسمين البطيء؟ مثلا لو كان الفرق شهرين أو شهر ونص، من خلال تأكيدك لازم عمر استطيع إقناع الآباء أو التجار الكبار بتبني فكرة التسمين السريع. ممكن يبقى فارق التسمين هنا راجع للوزن اللي أنت عم تدخله والوزن اللي أنت مطلعه، دي رقم واحد. يعني هنفترض إن أنت عاوز تدخل نفس الوزن مثلا من 20-25، عاوز تطلعه 50 كيلو. تاني شيء العامل التاني بتوقف عليه الفترة بين دي وبين دي، في تسمين بطيء مالوش درجات معينة، يعني في واحد بيعتمد على المرعى بس. أحب أقول لك لو هو بيعتمد على المرعى بس إن شاء الله، لو بيعتمد على المرعى فقط إن شاء الله الفرق هيكون أكتر من 3 شهور، ضعف الدورة. ومستحيل طبعا على المرعى فقط هيطلع، مستحيل على المرعى فقط هيطلع غنم سمينة زي في التسمين السريع، مستحيل في المرعى فقط لا غير. طيب في الحالة دي احنا بنقوله الوقت هيبقى اكتر من الضعف، يعني لو ده 3 شهور خروف من 20-25 دخلته طلع 50، مثلا دخلته 4 شهور اداني 50 كيلو، 4 شهور تسمين سريع اعطاني 50 كيلو، هنقول 4 × 6 = 24، اول ما دخل الغنم 20-25 يعني هيديك ان شاء الله، وان شاء الله يزيد عن 6 كيلو، هيديك 50 كيلو ان شاء الله تسمين سريع 4 شهور. ده كحد ادنى للسلالات اللي هي معدل تحويلها ضعيف من 6-7، في معدلات تحويل من 7-8 ومن فوق 8 كمان، بس احنا بنتكلموا على معدلات تحويل بالنسبه في مصر هنا البرقي اقل معدل تحويل. يبقى دخلت من 20-25 4 شهور على التسمين السريع طلع معاك 50 كيلو، 45-50 كيلو. طيب في التسمين البطيء هنا لو انت بتعتمد على مرعى، لا الخروف 20-25 هتسيبه ان شاء الله 6-7 شهور في المرعى ومش هيجيب الوزن ده، وحتى لما يجيبه هيبقى عظم مش هيبقى لحم، مفيش لحم فيه كويس. دي رقم واحد، ده مرعى تسمين بطيء خالص. طيب لابد في التسمين البطيء لابد من انه يدخل على الاقل شهرين قبل البيع علف، لابد من انه يدخل شهرين علف. ففي توفير بين التسمين البطيء والتسمين السريع اللي هو ابطا حاجه لو اعتمد على المراعي فقط، ويجي قبل البيع بشهرين يدخل علف، ففي فرق كبير، يعني ممكن دي يبقى 4 شهور ده ممكن يبقى 8 شهور. طيب
لو هو بيأكل نص وجبة العلف، يعني بيرعى طول النهار وبيأكل مثلا 1.5% علف، يعني بدل ما بيأكل 3% بيأكل 1.5%. في الحالة دي بدل ما تبقى 4 شهور ممكن تبقى كحد أدنى 6 شهور، كحد أدنى 6 شهور. طيب يعني يبقى كده احنا طبعا لو هو بيأكل 2% بدل 3% وبيرعى طول النهار بيأكل 2%، هنا قريبين من بعض يعني ممكن يفرق لها شهر ولا حاجة. فهنا الفرق يبقى راجع لكمية العلف مع المرعى، يعني في التسمين البطيء كمية العلف اللي بيأكلها قد ايه. 1% ما بيأكلش خالص علف، ولا بيأكل 1% وهيأكل اخر شهرين قبل ما يبيع، ولا بيأكل 1% على طول، ولا بيأكل 2%، ولا بيأكل طبعا 3% يبقى تسمين سريع. ان شاء الله تكون وصلت كده اخ سعودي. يعني اقل فارق زمني هيكون شهر، اقل فارق زمني اللي هو بياكل 2%، انما لو بياكل 1.5 لا ان شاء الله الفرق اقل حاجه شهرين. المعز الملطي هو الشامي ولا بيختلف؟ لا يا اخ ناصف، المعز الملطي يختلف عن الشامي. الشامي احمر فقط لا غير، مفيش فيه شعرايه بيضاء، ده الشامي، الشامي الاصلي ما يطلعش فيه شعرايه واحده بيضاء. اما المعز الملطي هو داخل فيه الشامي، متهجن معاه الشامي، قد يكون شامي على قبرصي قد يكون، يعني المهم هو في داخل فيه التهجين الشامي، ولكن الالوان بتاعته في منه احمر زي الشامي، في منه بس لون الشعر بيختلف، درجه الحمار في الشامي تختلف عن درجه الحمار في الملطي، في منه احمر، في منه اسود، في منه اسود فابيض، يعني في منه ملون، الملطي ملون غير الشامي احمر فقط لا غير. كيف اعرف ان المعز عنده ديدان؟ تعرف ان المعز عنده ديدان؟ رقم واحد ممكن تلاقي في الفضلات، ممكن تلاقي في الفضلات بتاعتها ديدان، لما دي زاد عن اللزوم هتلاقي الفضلات طلع الديدان طالعه في الفضلات، ديدان بيضه ليها اشكال كتيره، ممكن تبقى عامله زي المكرونه ديدان شريطيه، ممكن تكون عامله زي دوده الارض كده الحمراء بس لونها ابيض، بس لونها ابيض، ما تعرفش راسها من رجلها فين، ما تعرفش اولها من اخرها، تبقى كانها حته جيلاتينيه بيضه، دي ديدان برضك. ممكن تبقى طبعا الديدان في الكرش اللي هي الديدان الصغيره الدبوسيه زي دوده الفضلات كده، بس بتبقى في الكرش نفسه، دي ما بتنزلش في الفضلات، بس بتلاحظ العام المنظر الوجه العام، المعيز او الغنم بتاكل بس مش ظاهر عليها اي علف، بتعلف كويس وبتدي كميه كويسه من العلف بس مش ظاهر عليها اي سم، ما بتسمنش، بتاكل وما بتسمنش. طبعا بالنسبه للديدان الكبديه ترفع جفن العين هتشوف الشرايين زرقاء كده، زائد طبعا معاها يبقى فيها هزال وضعف شديد. ديدان الرئويه بيكون فيه كحه ناشفه، او عشان ما اعملش عليك، كحه مع ورم اسفل الفك، وان كانت الكحه ممكن تكونش موجوده لكن الورم اسفل الفك ده بيكون واضح بسبب الديدان الرئويه. السلام عليكم ورحمه السلام ورحمه الله وبركاته، انا عندي سؤال مهم بالنسبه لي، انا لو بسوي عليه التسمين بحيث يكون 20% تمر مع النوى و40 كسر قمح نظيف و20% الخل و20% كوز بصويا، نسبه البروتين تقريبا 18 على حساب ان البروتين في التمر 7، هل هي علاقه ممتازه؟ ان شاء الله العلاقه بتاعتك ممتازه يا اخ حمادي. للتسميم مع إضافة العناصر الفيتامينات اللازمة للعلاقة، ولكم جزيل الشكر وجعل ما تقدمه من منفعة للناس موازين حسناتك، اللهم أمين. إن شاء الله العلفة ممتازة يا أخ حمادي. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، متابعك من السعودية، أهلا وسهلا بيك يا أخ عبد الله، وأهلا وسهلا بكل أهل السعودية. أنا عندي معزة نزلت أولادها على 4 أشهر وخم 4 شهور و15 يوم، يعني 4 شهور ونص، ميتين رغم العلف الكامل والمتكامل والأملاح والفيتامينات، إلا أنها تبين بعد الولادة أنه انتفاخ تحت الفك، انتفاخ تحت الفك في الحلق، وأعطتها الأيفوماك وشراب الدودة ولكن لم أرى أي تحسن عليها، يا ريت لو تفيدني يا أخ عبد الرحمن. والله يا أخ عبد الله لازم في حاجة تعملها، في تحليل اسمه تحليل بروسيلا، تحليل بروسيلا دي رقم واحد، يعني قبل الانتفاخ اللي تحت الفك، لسه بتكلم من شويه انتفاخ اسفل الفك ده علامه على وجود ديدان رئويه، وطالما عرفت نوع الديدان نوع الدود، يعني مثلا لو انت عرفت ان فيها ديدان كبديه عن طريق العين جفن العين زي ما ذكرت من شويه،
يبقى تدي دواء مخصوص للديدان الكبديه. الايفوماك دواء مخصوص دواء لجميع الديدان. بس انا لما بلاقي اعرف ان في دوده معينه موجوده في الغرفه ما اتاكدت منها يبقى يفضل انك تجيب دواء مخصوص ليها. يعني الانتفاخ الاسفل الفك ده بيبقى من اول الحنك من اول. يا جماعه معلش مش هنعرف نرد على رسائل دلوقت. يعني الورم من اول الفك الدقن لحد الحجره كده بيبقى نازل لتحت وارم محجر. ده علامة على وجود ديدان رئوية. يفضل انك تستخدم لها الدواء مخصوص للديدان الرئوية زي الليفاميزول. ليفاميزول حق ده كويس مخصوص للديدان الرئوية. دي رقم واحد. رقم اتنين، انت بتقول المعزة نزلت ولادة ميتين عمرها اربع شهور وخمسطاشر اربع شهور ونص، لازم تعمل اختبار بروسيلا، تحليل بروسيلا للمعزة عندك، ولو ظهر عندها بروسيلا حل الميز اللي عندك كلها. لان البروسيلا بتيجي في الماعز ما بيكونش لها اي اعراض ظاهرية، بتعشر كويس، تمسك وتحمل وتكبر وتاكل وتشرب وصحة تمام، بس المشكلة بتاعتها الوحيدة ان بتولد بتسقط قبل معادها وتنزلهم ميتين، تنزل الخلفة ميتة قبل معادها باستمرار. يعني دي لو دخلتها وعشر، لو انت ما عندكش تحليل بروسيلا، لو دخلتها وعشرت مرة تانية تمسك وتعشر، لو سقطت مرة تاني اعرف المعزة دي تستثنيها على طول تطلعها لحم، ما ينفعش تدخل تعشر تاني اللي عندها بروسيلا. عاوز تتأكد وما تستناش الوقت ده كله، لسه 3-4 شهور على ما تظهر النتيجة العملية بتاعتك وتدخلها تعشر وتشوفها تسقط ولا لا. لا، اعمل تحليل بروسيلا للمعزة دي والجميع الميز عندك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمعت باشمهندس، انا عندي غنم بس في سيلان خفيف في الانف، هل ده عادي ولا لا؟ بس عندي ماعز وما عندهاش سلال انف، وعازل الماعز لوحدها والخرفان لوحدها، ولو عاوز اشتري ماكينه حلاقه الغنم ممكن توصلني لماكينه حلاقه محترمه للغنم بافضل سعر، مع العلم اني من الاقصر، ولو ممكن ولو امكن انك تبعتها لي واتواصل مع حضرتك تبقى جزاك الله خير. والله يا اخ محمد نبدا اجابتك من ورا كده. بالنسبه لمكنه الحلاقه انا مش شاري واحده، بس الصراحه مقلب مكنه الحلاقه بتاعه الغنم مقلب انا شاريها، وما انصحكش انك تشتريها. عاوز تشتري هتشتري ماركه نظيفه بس يكون سعرها فيها، هتشتريش الصيني ام 2000 جنيه دي مكنه زباله. في البدايه هتقص معاك 100 100، بس الخروف يكون صفته نظيفه فقط لا غير. اما الخروف صفته تراب مش هيقص معاك خروف او خروفين وهتلاقيها تلمت، لكن لو غنم صفتها نظيفه ممكن تقص معاك 5-6 خرفان وتتلم، تقعد كل شويه تسنها، بعد ما تسنها بعد كده كل شويه كل خروفين ثلاثه تتلم، ولما يكون الخروف صفته وسخه مش هتقص معاك خروف واحد وهتتلم. لا ما انصحكش بيها. عاوز تجيب هتجيب المكن الاصلي الالماني، طبعا المكنه في حدود ال 10,000 جنيه، ده المكنه اللي هي زي اليدويه دي اللي هي زي الصيني، في حدود بتمن الالماني ب 8,000 او 9,000. اما هتجيب المكنه زي اللي بتشوفها في النت اللي هي المكن بخرطوم، يعني الموتور بعيد والخرطوم المقبض بس في ايدك، دي الاصليه من فوق ال 30,000. المكن الاصلي من فوق ال 30,000. ولكن اتفرج على اليوتيوب، عمرك شفت واحد بيقص بمكنة الصوفة وحشة؟ ده هناك المكن ده برة بتشوف الغنم صوفة تفرشها وتنام عليها، مش عندنا احنا هنا. عندنا في الصحراء لكن ما عندناش في الارياف وفي الاماكن الطينية ما فيش الكلام ده، الصوفة بتبقى مطينة تخش فيها المكنة بتتلم مباشرة. لكن ده ناس بتحمل غنم وبيتم بالصوفة عشان الصوفة بياخدوها يبيعوها، احنا بنقصوها بنرموها الصوفة. فنصيحة، مكنة الحلاقة بالنسبة للغنم مقلب، مش هتعمر معاك بسعرها. يعني انت تجيب واحد ويقص لك احسن، لو بياخد 15 جنيه في الراس ولا حاجة ولا 20 جنيه ارحم من انك تجيب مكنة ويكون بيقص كويس. طيب بالنسبة لسعران الانف، ان شاء الله مفيش مشكلة طالما الصحة كويسة والغنم بتاكل كويس مفيش فيها اي مشكلة. ممكن السقعة، احنا اليومين دول سقعة، سعران الانف ده ممكن بسبب السقعة اللي احنا فيها. سيلان الانف اللي هو بيكون عاوز يتعالج، يكون بدايه برد ولا حاجه، بيكون
في عز الحر يعني، في يعني مثلا تشوف الغنم في الظهر يكون الجو دافي فيها سيران، السيران لو بتلاقي الصبح بس بالليل ده بيبقى من السقعة، زي البني آدم لما يسقع الأنف بتاعته بتسيل لوحديها، فده بيبقى من السقعة. بس ده في الميز، وإن شاء الله مفيش أي مشكلة بإذن الله، طالما الأكل والصح مفيش كحة خلاص مفيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. أسباب وجود إفرازات بيضاء من حية ربيعية عمرها شهرين ونص. والله يا أخ وليد أنا ما مرتش عليها حاجة بالشكل ده، بس هي ممكن تكون اللي هي يعني في حاجة اسمها إيه جبالك إزاي، هي مش صديد، ممكن يكون صديد في البول حاجة زي كده يعني، بواقي رواسب أملاح صديد في المثانة، ممكن تكون التهاب، لأن طبعا دي ما فيش فيها لا صرفت ولا تعشر ولا بتنظف ولا ما فيش الكلام ده خالص، ده ربيعية عمرها شهرين ونص لسه. فهي إن شاء الله ممكن لازم دي كلها، فهي طالما صحتها كويسة والبول بتاعها تابعها تاني ممكن تكون هي مرة وعدت، لأن ساعات بيحصل في الخروف الذكر كمان تلاقي بينزل دم من الحياة بتاعه من العضو بتاعه، تلاقي بينزل دم بعد ما يتبول ينزلوا نقطتين دم، دم صافي. ايه السبب؟ قد تكون حباية حصوايا جرحته، راسب املاح جرحت الحالب بتاعه ونزل نقطة دم بعد كده بتلاقي اختفت. فدي كذلك ما تهتمش قوي زيادة عن اللزوم اذا كانت حالة عابرة طالما الصحة تمام. حالة عابرة زي كده ساعات بيبقى التركيز زيادة عن اللزوم بيكون هو السبب في مرض الحاجة، يعني ممكن تقول لا ده فيها مرض، ده فيها بتاع عاوز اديها علاج، تروح تديها ابره، ابره غلط تموتها، تجيب لها الشلل الابره تيجي غلط في الفخده، فبتبقى يعني الابره بنستخدمها او الادويه للحاله الضروريه فقط. فدي ان شاء الله ما عندهاش حاجه باذن الله يعني. جزاك الله خيرا، ده سؤال صعب بعض الشيء، ما هو علاج احتباس البول للاغنام ويا ريت لو عملي؟ يا اخ الحسن، قال حسان ولا قال حسن يا اخ؟ المهم حسن حسان. السؤال مش صعب، هو ما فيش منه اي مشكله، ولكن هو بيكون علاجه اللي صعب. بمعنى العلاج بتاعه في البدايه سهل جدا، ابره امبول لازكس، لازكس بشري، دي ابره مضره للبول، بياخدوا عضل اول حاجه بتركنه إذا كان الحاجة اللي عندها احتباس بول، بتركنه بتطلعه في منطقة ناشفة، طبعا بيكون في الذكور يعني في الذكر في الجدي أو في الخروف، الاحتباس البول الشديد اللي بيجي ما بيجيش في النتايات، بتاخد الجدي أو الخروف وتحطه في غرفة ناشفة وتديله إبرة اللازكس وتتابع معاه، المفروض خلال ساعة من أول ما بياخد الإبرة يتبول، بتشوف نزل البول بتاعه على الارض بيكون فيه مكان مبلول، يبقى كده تبول الجدي مفيش عنده احتباس والحمد لله وعدى مفيش منه اي مشكله. طيب اديته اللازكس وقعد ساعه ساعتين ما تبولش، ثلاث ساعات ما تبولش، كده عنده احتباس. طيب هنا في بقى تدخل جراحي، معنى تدخل جراحي معناها تشوف اقرب دكتور بيطري، الحاله تستدعي تدخل جراحي هيتدخل، اما لو هو جدي مش مستاهل تدخل جراحي لا والله تذبحه، ده ملوش حل غير انك تذبحه. لا الجدي مستاهل، هنا بيروح الدكتور ممكن بيعمل له عمليه تحويل من ورا من عند فتحه الشرج، من تحت فتحه الشرج بيفتح بالمشرط ويطلع الحالب، يطلع مجرى قناه مجرى البول، قصدي مش الحالب، الحالب جوه، بيطلع قناه مجرى البول وبيفتحها وبيعمل بيصبح كأنه زي النتاية، لما يجي يتبول بيتبول فين؟ يتبول من ورا، ده بيسموه عملية تحويل لمجرى البول. العملية دي بتتعمل في العجول، تستاهل انك تعمل العجل، لكن لو هو جدي صغير ولا خروف صغير مش مستاهل العملية ولا مصاريف ولا غيره بتتبحه وخلاص. فلازم ده دي بتتعمل، وكان كنت عاوز اعمل فيديو والله، كنت كان في جدي عند واحد عجل عند واحد صاحبي وكبر ما شاء الله فحل جاموس ما شاء الله عليه، وكان معمول له عمليه تحويل البول من ورا. الكلام ده لما يكون الانسداد فين؟ الانسداد في العضو بتاعه في قناه مجرى البول اللي هي في بطنه من تحت، في بطنه من تحت، يبقى هنا الكلام ده هيعملوا تحويل من ورا هتشتغل معاه، يعني الحالب بتاع الكليه من جوه سليم نظيف، الحصوه فين اللي سده؟ في قناه مجرى البول اللي هي في اسفل البطن،
وعموما بتكون اغلب الاوقات موجوده فين؟ في الشعره. لما بيجي يطلع العضو بتاعه بتلاقي فيه شعره كده انبوبه رفيعه خالص اخر الانبوبه. الشعره دي لما يجي يتبول وهو بيطلع العضو بتاعه اللي بيطرطشها بيطرطش ميه. فهي اغلب الاوقات بتكون الحصوه ده سدت العضو ده. فانت ممكن دي طريقه ممكن تتدخل بيها انت شخصيا، تطلع العضو بتاعه وتمسك الشعره دي وتقصها بمقص. تقص لو الشعره دي هي المسدوده السده في الشعره دي بتقصها وتطهر مكانها كويس بتدين او جنتيانا بتدين. بيتبول معاك على طول. طب مجرد ما تقص الشعره تلاقي الميه نزلت على طول. يبقى السداد فين؟ في اخر في الشعره في الانبوب. طيب اتقصت الشعره ومفيش، زي ما ترجع بترجع للدكتور يحول لك مجرى البول من ورا، بيفتح بالمشرط ويفتح مجرى البول بحيث ينزل الميه من ورا زي النتاية. طب الدكتور فتح قطع الشعره وما نزلتش ميه، فتح من ورا ما جابتش ميه، يبقى كده الانسداد فين؟ الانسداد جوه في الحالب، ملوش عليه غير الذبح. انا ان شاء الله كده جبت لك جميع الجوانب. ابره لازكس ما نزلتش ميه خلال ساعتين ثلاثه، قص الشعره اللي هي في نهايه العضو بتاعه ما جابش ميه، فتح من ورا عمليه تحويل مجرى البول ما جابش ميه، ملوش غير السكينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الكربونات وكذلك هل يستعمل البلوك البناء الأبيض في الإضافات وكم الكمية وما هو الاسم العلمي له؟ شكرا. الكربونات في مصر هنا اللي هو بيكربونات الصوديوم، الكربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم دي الكربونات. استخدامات الكربونات اللي هو بيكربونات الصوديوم يعتبر مادة بتخفض الحموضة في الكرش، يعني بتمنع حدوث اللكمة. لو انت بتغذي على اعلاف مركزة، بتغذي على اعلاف مركزة بتستخدم الكربونات على العلف بالذات في مرحلة الاستقبال، في اول مرحلة اللي هي بتدخل الغنم كانت معتمدة على مراعي وبتدخلها على اعلاف. الكربونات مهم جدا، لان لو مفيش كربونات والغنم كانت علف زيادة بيحصل لكمة وممكن اللكمة تموت على طول. الكربونات بيخفف من البشمة، بيخفف من اللكمة، بيحسن الهضم في حالة الانتقال من مواد خشنة اللي هو مراعي الى اعلاف مركزة. هل يستعمل البلوك البناء الابيض في الاضافات وكم الكميه؟ طبعا بيستخدم. البلوك البناء الابيض ده هو عباره الاسم العلمي ليه مسحوق الحجر الجيري اللي هو كربونات الكالسيوم، معروف باسم الاسم العلمي كربونات الكالسيوم، عباره عن مصدر كالسيوم، او اسمه مسحوق الحجر الجيري اللي هو البلوك الابيض ده مطحون ناعم. طبعا مش انت بتطحنه، هو بيجي مطحون ناعم من المحاجر، المكان اللي بيقص البلوك بينتج منه مكان المنشار ما بيقص بيطلع البودرة الناعمة دي. فالبودرة دي بتتلم وبتستخدم في مواد البناء وممكن بتستخدم في الأعلاف. فتحت اسم ايه؟ مسحوق الحجر الجيري او كربونات الكالسيوم. الكمية بتاعتها، لو الكمية بتاعتها من 5 لـ15 كيلو على الطن. طبعا تختلف من ذكور تسمين، يبقى 5 كيلو على الطن حلو قوي. لا امهات عشار وعشار تقيل اللي هي من بعد الشهر الرابع اخر شهرين في الحمل واول شهرين في الرضاعه ممكن تاخد من 10 لـ15 كيلو على الطن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي انا عاوز ابني مزرعه سعه 300 راس غنم، هل اجعل الارضيه من الاسمنت ام اتركها تراب؟ لو انت المكان صحراء حواليك، يعني التراب متوفر حواليك التراب النظيف، يبقى خلي الارضيه تراب احسن من الخرسانه بكتير، احسن من الخرسانه بكتير. اما لو انت في ارض طينيه، ارض صمرة زي عندنا في اسكندريه هنا، لا افضل تخليها خرسانه وتفرش عليها فرشه من القش او النشاره تحتيهم او التبل، وكل ما الفرشه تتبل بتكنسها وتدخل فرشه جديده. طبعا لو الارض رمليه قلت لك خليها رمليه، ولما الفرشه مش بقى بتتبلش في الارض الرمليه، انما لما الفرشه تعفر تبقى ريحه جامده، ريحه المكان ريحه جديده، بتكنسها بتكنس 20 سنتي، بتجرف 20 سنتي من التربه الرمله السطحيه وبتدخل 20 سنتي رمله جديده وبتقعد معاك فتره طويله وهي احسن واريح للغنم. بس طبعا مشكلتها برضك الرمليه بتلم براغيث، في التعقيم بتاعها بيبقى صعب. هي في التعقيم نفس النظام، بتجرفها 20 سنتي وترميها بعيد وبترش وبتستخدم طبقه جير
وبترش الطبق وبتدخل طبقه الرمله الجديده، يعني نفس التعقيم نفس التعقيم هنا، بس المهم يكون متوفره حواليك الرمله ارض صحراويه. السلام عليكم اخي الكريم، انا متابعيك والله مشكور، ربي يجعلها في ميزان حسناتك. أغلق. قبل ما ننسى قبل ما نطلع معلش من سؤال ايه 10 برضك، لو ارض طين مش ارض طينيه، يعني في عندنا هنا في العمريه بتعتبر ارض سبخه يعني طفله بين الرمله وبين الطينه، بين الرمله وبين الطينه، لا الافضل تسيبها تربه زي ما هي، بتبقى الارض شبه متساويه يعني ماسكه، ما بتشربش ميه كتير ولكن فيها الطبقه من فوق بتشرب، طبقه من فوق لا قصدي دي بتشرب اللي هي الطفيليه، بتشرب قصدي الطفيليه اللي هي رمله على طينه بتبقى موجوده في العمريه، مش ارض صمرة طينه، لا دي ان شاء الله كويسه وتفرش على الغنم بدون اي خرسانه، لكن المزارع الكبيره عموما كلها ارض خرسانه. المزارع الكبيره لو تتفرج في التلفزيونات وعلى النت هتلاقي كلها بيعملوها خرسانه، بيدخل اللودر يجرف على طول، يجرفها بالكامل جرفه واحده، سواء غنم سواء ابقار. السلام عليكم اخي الكريم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، متابعينك الله يبارك فيك يجعل ميزان حسناتك، اريد تحليل كيميائي بروتين وطاقه والقيمه المسموح بها في تكوين العلاقه لكل من تمور مستبعده، اللي هو تمور للاستخدام الحيواني، يعني تمور مستخدمة المستبعدة احنا قلنا ذكرتها في الفيديو، بس يمكن انت دي ما ذكرتهاش، انا لا انا ذاكرها، قلنا تقريبا تخدمها 7-8% 7 أو 8%، سعف النخيل اعتبره مادة ملقى، اذا كان فيه 2-3% يبقى كويس، سعف النخيل طبعا بتكلم على جاف بتكلمش على اخضر، سعف النخيل يعني كجاف اعتبره زي التب، اعتبره ما فيهوش بروتين، يعني اذا كان فيه 2-3% يبقى كويس، وكله على اساس الجاف. نبات عندنا في الجزائر نسموه القصب، وهو مزعج جدا صعب التخلص منه على ما اعتقد، اسم العلم بلوبانيك، لا هو مش بلوبانيك تقريبا، انا عارف القصب تقريبا بيختلف عن بلوبانيك، متوفر بكميات كبيره جدا، لو هو بلوبانيك فهو مفروض فيه نسبه بروتين كويسه كماده جافه، لو هو البلوبانيك، لو هو البلوبانيك لان في نباتات نجيليه كتير في البلوبانيك، وفي حاجه عندنا نبات اسمه دره الفيل يشبه القصب السكر ولكن مش قصب سكر هو، ففي ان من الفصيله دي في نباتات كتيره، ولكن عموما هو كماده خضراء، انا في ليبيا كان في حاجه بيسموها قصب، بس ده نبات بيثمر بيطلع ثمار بيطلع بذور، بذور القصب، مش القصب السكر، في ليبيا كان اسمه قصب، هو يشبه البلوبانيك ويشبه عود القصب السكر ولكنه ما فيهوش سكر يعني، ولكن بيطلع قنديل من فوق كده عباره عن حته اسطوانيه بتكون مليانه بذور القصب، حبوب القصب يعني. على العموم اعتبره من النباتات الخضراء، ولكن لو هو بلوبانيك اللي عندك متاكد ان هو بلوبانيك فهو فيه نسبه بروتين كويسه ممكن توصل ل 15% كماده جافه مش كاخضر. اخضر ما تسالنيش على نسبه البروتين فيه لانه بيختلف على نسبه الرطوبه، وممكن يكون في نسبه رطوبه على ما يتجاوزش ال 2% 3% ويكون ماده جافه في 15%، فانا بتوقف نسبه الرطوبه، ما فيش علف بيتحسب على نسبه الماده على نسبه على الماده الرطبه اللي هو الاخضر يعني، بيتحسب على اساس الجاف على طول. متوفر بكميات كبيره جدا شعير قمح ذره، طبعا الشعير 10 القمح 12 الذره 9%. اما من ناحيه الطاقه للاسف انا بذكرك البروتين بس، الطاقه لازم ترجع بقى ابحث عنها، او لو دخلت في موضوع الطاقه هتوه شويه، فانا بحسب لك نسبه البروتين فقط، ولكن الحاجه اللي فيها نسبه طاقه منخفضه بنذكرها لك، لكن طبعا الشعير القمح الذره الثلاثه فيهم نسبه طاقه كويسه. لو عاوز بالتفصيل الذره 3300 تقريبا، القمح تقريبا 3000 او 2800، الشعير حوالي 2700 2600 تقريبا في الحدود دي كده. السلام عليكم، خلطه عليكم السلام ورحمه الله، خلطه 1 كيلو تشيش و200 جرام فول صويا، كم يلزم من الخلا برايك؟ وكم تكون نسبه البروتين في الخلطه؟ وكم نسبه تبن البرسيم؟ وهل تتحط مع الخلطه ولا منفرده؟ مع العلم انه قد تم تقليل الاضافات بالنسبه التي تفضلتم مشكور بذكرها في الفيديو السابق. كم تكون نسبه البروتين في الخلطه؟
هتحسبها انت يا اخ محمد جمعة، انا ذكرتها لك المرة اللي فاتت وقلت لك تحسب انت نسبة البروتين. كم يلزم من النخالة برأيك؟ يعني كيلو دشيش و200 جرام فول صويا، ممكن تحط عليهم 200 جرام نخالة يعني او ربع كيلو نخالة، ممكن تحط 200 جرام او ربع كيلو نخالة على الكيلو الدشيش وعلى 200 جرام صويا، وانت احسب نسبة البروتين يا اخ محمد جمعة. في فيديو اسمه طريقة حساب نسبة البروتين في العلف، لازم تتعلم عشان اي خلطة انت تعملها انت تحسب بنفسك. ليك عليا اكتب لي الخلطة واكتب لي نسبة البروتين انا حسبتها كذا، هل النسبة صحيحة؟ انا هنرجع لك عليها نقول لك صح ولا غلط، بس بعد ما انت تحسب النسبة. وكم تكون نسبة البروتين في الخلطة؟ وكم نسبة تبن البرسيم؟ تبن البرسيم لحد الشبع، اما لو انت هتخلطه تحط 1%، يعني الخروف 50 كيلو تديله ربع كيلو تبن برسيم في اليوم. الخروف نص كيلو قصدي، الخروف 50 كيلو لو بنسبة كحد أقصى يعني 1% لو أنت هتخلطه مع العلف، يعني الخروف 50 كيلو بتديله نص كيلو تبن برسيم في اليوم. عاوز تخلطه لو بيتاكل تبن البرسيم بيتاكل بالكامل نظيف ما يهدرش معاك في العلف، أكله ما فيش أي مشكلة خلطه مع العلف. لما بيتاكلش بيتبقى فيه فضلات ياما، يبقى ما تخلطوش مع العلف عشان ما تهدرش مع تهدرش من العلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا أخ هاني سؤالك طويل جدا جدا جدا. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير على كل معلومة، الله يبارك فيك. سؤالي: عندي حلية 35 كيلو، لقيت تحت رقبتها من الجانب الأيسر حاجة مكلكعة تحت الجلد في حجم الليمون، في رقبتها من الجانب الأيسر يعني عند المذبح على العموم، حاجة مكلكعة تحت الجلد في حجم الليمون الصغير، لما بمسكها بإيدي بتتحرك عادي مش ثابتة في مكانها. على العموم يا أخ هاني، ده يعتبر لو أنت بتمسك حاجة مكلكعة كده صغيرة ده يعتبر كيس دهني، مفيش منه أي مشكلة إن شاء الله ما تخافش. ده كيس دهني مش خراج، الخراج بيبقى ثابت ما بيتحركش يمين وشمال. قال لي دي حاجة اسمها غرة، ولما استفسرت عن المعنى قال لي دي بتطلع الغنم لما تبقى وصل لمرحلة الشبع من العلف، بس للأسف أنا مش فاهم منه حاجة ومش مقتنع باللي قاله ومش عارف دي إيه بالظبط، وهل دي ده خراج أو دم مثلا تحت الرقبة؟ لا أنا بنقول لك ده مش خراج، الخراج بيبقى ثابت ما بيتحركش يمين وشمال، بالعكس بيبقى الجلد مشدود عليه، أما ده كيس دهني، كيس دهني إن شاء الله مش هيعمل لك أي مشكلة بإذن الله. بتاكل مشروبات بتظهر تمام. السؤال الثاني: عندي حليه وزنها 31 كيلو كانت اتبشمت مني من فتره وبعدين عالجتها وبقت تمام، ومن ساعه ما اتبشمت لحد دلوقتي بطنها منفوخه من الجانبين بطريقه ملحوظه، وبتاكل وبتشرب كويس وبتصرف كويس، ومعدل تحويلها ضعف من ساعه ما اتبشمت لحد دلوقتي، قبل كده كان تحويلها كويس، كان وزنها 22 كيلو وصلت 31 كيلو خلال شهرين، يعني 9 كيلو في شهرين شويه طبعا شويه، ما عارف انت بتاكد 3% المفروض. الأوزان من وقت ما جبتها بتاريخ 15/11 كانت 22 كيلو، بعد 15 يوم 29/11 أصبحت 25 كيلو، يعني زادت 3 كيلو في 15 يوم، و 15/12 أصبحت 28، يعني زادت 6 كيلو في الشهر، مقبولة 6 كيلو في الشهر كويس. اتبشمت وقعدت 4 أيام في علاج وبقت تمام، وزنتها يوم 14/1 يعني بعد شهر أصبح وزنها 31 كيلو، يعني زادت 3 كيلو في الشهر. بتاكل علف مركز 15% بروتين، 40 قمح، 20 ذرة، 20 كسر فول، 10 كسب صويا، و10 ردة، ومادة ملأ أدريس لوحده يا إما تبن شعير مخلوط مع العلف المركزي، وجستها من الظهر فاضية، غير بقى الحليات اللي عندي، إيه الحل في الانتفاخ ده؟ وهل ده هو اللي مأثر على معدل تحويلها أم الهضم عندها سيء؟ ولو الهضم سيء ما بيأثرش على معدل الأكل بتاعها لأنها بتاكل كويس واخدة إيفوماك جرعتين وشرب الديدان، وشرب الديدان دي يا أخ هاني الكرش من اللكمة حصل له ضعف، الكرش بتاعها ضعف يعني الهضم ضعف، مرحلة اللكمة بيحصل في حاجة اسمها مرحلة وقوف الكرش، طبعا لو طولت بتموت، اللكمة الشديدة بتموت. طيب هنا اللكمة اتعالجت ولكن معدل التحويل ضعيف، ايه المسؤول عن معدل التحويل؟ هي بتاكل كويس، شهيتها موجوده، بس موجود الانتفاخ، الانتفاخ ديت بسبب ايه؟ بسبب الكرش مش شغال كويس. طيب هتعمل ايه؟
للأسف والله حاليا ما يحضرنيش الاسم الدواء، بس في دواء عن تجربة استخدمته في بقر، كان بقرة كرشها واقف ما شاء الله جايب نتيجة، بس للأسف والله اسمه طاير من دماغي. ممكن تسأل أقرب دكتور بيطري، قول له عاوز حاجة حقن، حقن هي حقن مش شربة في البق، حقن لتنشيط الكرش، حاجة لتنشيط الكرش، حقن هي بتكون حقن، بس للأسف والله اسمها طاير من دماغي لأن استخدمتها من فترة. عاوز إبر لتنشيط الكرش، إبر دي إن شاء الله هتنشط معاك الكرش، وخلال 10 15 يوم إن شاء الله يرجع الهضم معاها تمام زي الأول بإذن الله. وممكن كمان تحط خميرة فورية، لا الخميرة الحبيبات، الخميرة الحبيبات دي بتنشط الكرش برضك، بتنشط الهضم. يعني تديها مثلا، ممكن تجيب كيس الخميرة الفورية بجنيه ده وتدوبه في شوية مية وتشربه لها مثلا يومين ثلاثة كده، كل يوم كيس، يومين ثلاثة كل يوم كيس الخميرة الفورية اللي هي أم جنيه دي، دي برضه كويسة تنشط الكرش. وممكن لو جبت منها كيلو وحطيته على 100 كيلو للغنم كلها برضك مفيدة تمام لتنظيم الكرش، لتنشيط الهضم عند الغنم بالكامل لمرة واحدة، يعني مش دايما كيلو على 100 كيلو. طيب عندي نعجة بلدي بتفجي لجوه. يا اخي سيد انا مش عارف، انا فاهم انك عرباوي بتفجي لجوه، بس انا مش فاهم ايه المصطلح للاسف. نعجة بلدي بتفجي لجوه، ولدت مرة، هل لديها حل ولا ابيعها وده تاني ولدة ليها بس هي تعبانة جدا؟ يعني من خلال المصطلح انا مش عارف والله تقصد بيه، بس من خلال سؤالك تقصد بيطلع الرحم لبره، يعني عندها بيحصل عندها انقلاب رحم لما بتولد، لو تقصد كده يبقى دي ما تدخلش تعشر تاني، دي الافضل تسمنها وتذبحها. لو سؤالك تقصد بيه بتولد ويحصل عندها انقلاب رحم، يعني الرحم بيطلع لبره، بيطلع لبره، يبقى دي ملهاش تعشر تاني، دي طبعا لازم الدكتور يتدخل يطهر الرحم ويرده، وبيديها غرزة او غرزتين من ورا عشان ما يطلعش الرحم تاني، وبعد كده بتفطم عيالها ما تدخلهاش تعشر تاني، دي تسمنها وتذبحها احسن. اذا كان ده معنى سؤالك، اذا كان سؤالك غير كده يا ريت توضح لي سؤالك في الفيديو اللي جاي وانا ان شاء الله هرد عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الرحمن، معاك أبو عبد الرحمن فرحات من جنوب ليبيا. أهلا وسهلا بك يا أخ أبو عبد الرحمن، أنت اللي من جنوب سبع صح؟ تقريبا. أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك وتستفاد من قناتك السلام، الله يبارك فيك. سؤالي هو أن الماعز عندي يعتبر كويس من حيث البنية، خاصة بعد تنظيم الأكل من الدريس والعلف المركزة يوميا صباحا ومساء، نصف كيلو للرأس باليوم بنسبة بروتين 18% تقريبا، كذلك أخذ حقنة فيتامين بي كومبلكس وفيتامينات في الماء لمدة 10 أيام، ولكن بعضها معدل التحويل عندها بطيء وبعضها ممتاز والبعض ضعيف جدا، وبعد زيارة الطبيب قبل أيام سألني هل أنت مطعم ضد الديدان والقمل، فقلت نعم، كان هذا منذ شهر عشرة، يعني احنا كده 10 11 و12 1، يعني من 3 شهور ماشي، 11 و12 1 ماشي. وتثبيت العلف المركز كان منذ حوالي 2 شهر تقريبا، فقال لي ربما الدواء الذي استخدمته غير جيد لان فروة الماعز مش ولا بد، وكذلك علامات الحك الجلد ظاهرة على فروة الماعز واحدها متساقط شوية من شعرها، ومعدل التحويل المفروض يكون افضل من كده، فنصحني بإعطاء حقنة ديدان وقمل وكذلك تجريع الماعز ضد الديدان، فكيف العمل والماعز بعضه والد والبعض على باب ولادة والبعض يحتاج 2 شهر عشان يولد، ارجو الافادة وجزاك الله خيرا. من ناحية المعيز اللي ولدت دي، حاول تظبط نظامك كده باستمرار عشان ما تحقنش اي معز عشار، اي دواء، اي مضاد حيوي، ولا اي ابر الديدان ولا غيره، عشان المعز العشار بتكون الواحد قدر المستطاع ما بنحقنش الا لضروره فقط لا غير. فانت بتقول البعض والد، طالما ولدت حاول تظبط نفسك
بعد الولادة أسبوع أسبوعين بالكثير تدي إبرة الإيفوماك وشربة الديدان. طبعا إبرة الإيفوماك على فكرة هي ضد الديدان، بس يعني الإبرة والشربة الاثنين دواء للديدان. والطفيليات الإيفوماك السوبر للطفيليات الداخلية والخارجية، يعني ديدان الكرش والكبد والرئة ونغف الأنف وجرب الجلد والجراد والبراغيث، المفروض لكل حاجة اللي هو الإيفوماك السوبر الحق. وفي شربة كمان بتتشرب في البق برضك حتى هي للديدان، زيادة التأكيد يعني على بعض، زيادة التأكيد على بعض، وبيتعاد بعد 15 يوم أو 20 يوم. طيب أنت هنا المعزة محدد معادك أنه بعد الولادة بأسبوع أسبوعين المعزة تكون ولدت ومتأسسة كويس تمام وطلعت من تعب الولادة، 10 أيام 15 يوم بعد الولادة وتحقن وتجرع ضد الديدان. طيب هنا في معيز والدة ده هتديها، لو قلتلك ده هتحقنها هتديها ضد الديدان بعد اللي ولدت بعد الولادة بأسبوعين. طيب اللي على وش ولادة لا ما تديهاش أي حاجة، اللي على وش ولادة فضل الله 15 يوم 20 يوم شهر سيبها تولد وتقوم من الولادة أسبوعين وتبدأ تديها إبرة الديدان. طيب اللي لسه بدري فضل الله شهرين ثلاثة على ما تولد، يعني 10 شهرين 3 شهور لسه عدمها شهرين، هنا بنشوف الحالة تسمح تستحمل لبعد الولادة، تنفع تتحمل لبعد الولادة يبقى نسيبها لبعد الولادة أحسن، لا ما تتحملش يبقى تحقن تتوكل على الله وتحقن، ولا قدر الله لو سقطت طرحت يبقى ما فيش مشكلة على الأقل حصلت الأم سليمة. إنما لو أنت شايفها مش هتستحمل لبعد الولادة، المولود بيسحب من مخزون الأم، فبالتالي الأم مش هيظهر عليها أي أكل، فبالتالي تيجي في ميعاد الولادة ممكن تنزل مولود ميت وممكن تموت هي كمان في الولادة. ففي الحالة دي انت حصلت الأم سليمة فتحقن، لو الحالة تستدعي الحقن احقن، لا تستحمل لبعد الولادة يبقى سيبها بعد الولادة بعد الولادة وتحقنها مفيش مشكلة. غير كده انا كده انا وضحت لك التلات امور اللي هي الوالدة واللي على وش ولادة واللي لسه معاد ولادتها لسه هيتأخر شوية. كيف نقدر سعر الغنم في السوق عند الشراء لان البائع يرفع السعر في البداية؟ لو انت بتتكلم على سعر لحم فلازم تكون بتعرف تقدر الوزن وتعرف سعر الكيلو ماشي كام وتدرب انت في دماغك لو بتشتري لحم. اما لو بتشتري انية اللي هي غنم صغيرة عشان تعرف انت بتتكلم على سعر السوق، لو عاوز تعرف سعر السوق عشان هو في البدايه بيديك سعر غالي هقول لك تعمل ايه. انت عاوز تعرف سعر السوق بغض النظر عن تعرف السعر القياسي مظبوط ولا لا، انت عاوز تعرف سعر السوق اللي انا هشتري بيه ده سعر السوق ولا لا، عشان هو في البدايه المؤلفين بيقول لك ب 3000 ماشي، هنقول لك تعمل ايه. دي بتروح ما بتشتريش، يمسك فيك يشد فيك يعمل، تروح تسال بكام دي بكام، هيقول لك بكذا، هيقول لك قول كلمتك ما ضل بيمسك فيك، هيبقى 2000 يقول لك ب 3000 عشان تفكر انت انك فصلت وتقول له ب 2500 وهو يقول لك لا ايه وانا سارقها والكلام الفاضي ده كله، وفي الاخير تيجي تمشي عشان انت تزود حاجه فوق ال 2500 تيجي تمشي يقول لك والله انا عشان وشك سمح ومش وشك سمح وانا هبيع لك ومش هبيع لك، كلام التجار والنصابين ده كله اللي في السوق. لا انت تروح بكام، تاخد الكلمه من بق بكام، يقول لك ب 3000 مثلا تسوى 2000، قول له لا والله ماشي، هيقول لك لا والله تعالى اتكلم، قول له لا والله انا لسه داخل السوق هنلف كده وهنرجع لك هنشوف السوق نشوف نظام السوق عامل ايه ونرجع لك. طب والله تقول طب ولا تقول، تروح انت تقول له قول لي اخرها كام، انا هاخد منك سعر وهلف وادور واشوف في سعر ارخص منك هنشتري، مفيش كسوف، انت بتدفع فلوس ما بتاخدهاش صدقه، قول له في وشه ده لقيت سعر ارخص منك هشتري منه، ما لقيتش لقيتك انت الارخص هنجيلك، فقول لي سعرك النهائي. واوعى اياك طالما مش عارف في السوق اياك تنطق سعر انت من دماغك، لان في ناس انا رحت كان في خروف يسوى 1500 راجل بيقول لي 3000 ما يعرفنيش، كنت رايح سوق جديد ما يعرفنيش ان انا في السوق نبيعه في قلب السوق فيحسبني افندي رايح بالقميص والبنطلون فبكام ده، فبيقول لي ب 3000 الخروف ما كانش يسوى 1500، مسك في ايدي قول بالله والله لا تقول والله لا تقول، قلت له مش هقول انك انت حرامي،
حرامي خروف ما يسواش 1500 تقول لي 3000. فالراجل اتلك وسكت. فالمهم يعني عشان عارف ان في نصابين كتير في السوق. المهم تشتري اسمع سعر من ده وسعر من ده وسعر من ده، قد ما توصلش للسعر الصحيح. ليه؟ لانه مش هقول لك ب3000 وانت ما ترضاش تتكلم وتقول له قول لي الاخر وانت ماشي، يروح يقول لك ب2000، مش هيرضى ينزلها. يقول لك ايه ده انت كنت عاملني حرامي، انت كنت عاوز انت هتقول في دماغك مزود 1000 جنيه مره واحده. فهو مش هينزلك ال1000 ابدا، ولكن انت هتاخد سعر اسعار من هنا ومن هنا اللي هتاخد فيه السعر الرسمي سعر التجار. تقف جنب التجار وهي بتشتري، جنب التجار وهي بتشوف ناس معروفة في السوق او ناس بتشتري فاهمة في السوق، وتقف جنبيها تسمع الاسعار اللي بيتباع بيها. اسأل الناس اللي بتشتري، في ناس بتشتري مش تجار بس ناس بتعرف تشتري، بالله عليك اشتريت بكام، خدته بكام، وتقارن. ما تشتريش على طول، لازم تقعد تلف في السوق ساعة ساعتين وتقارن الاسعار دي بدي بدي بدي، هتعرف فين السعر الطبيعي بتاع السوق وفين الحرام. وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.